بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقاتنا تستمر والتحديات على أرضية ميدان المرموم، تحفة ميادين السباقات بإدانة الدنيا دبي. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة شوطنا الثاني عشر بمجموع الأشواط الذي خصص للزمول من هجن أصحاب السمو الشيوخ. ننطلق مع هذه الانطلاقات وتقدم مباشرة مع الصدارة والمقدمة، وتابع المركز الأول في أول المراكز يتقدم في هذه اللحظات مشيب على المركز الأول لسمو الشيخ منصور بن إبراهيم بن أحمد المعلى وجماعة نتابع في هذه اللحظات مقدمة الشوط. المركز الأول في هذه اللحظات ينطلق مشيب القادم على المركز الأول، والعايدة ملكيتة لسمو الشيخ منصور بن إبراهيم بن أحمد المعلى وجمال بن سعيد بن سالم الشمطي من يتابعون انطلاقة مشيب في أول الأسماء. المركز الثاني شاهين من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. المركز الثالث شاهين من مؤسسة هجن ند الشبة سالم بن سعيد في عملية التضمير والتدريب. المركز الرابع شاهين من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي في عملية التضمير والتدريب. خامسا نتابع سلهود العايدة ملكيتة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير. المركز السادس نتابع في سادس المراكز ويتواجد شاهين من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. المركز السابع ينطلق شاهين من هجن ند الشبه وسالم مسعيد في عملية التضمير والتدريب. وهملول على المركز الثامن، هملول يتقدم من هجن رياسة بمتابعة حمدان بن محمد بن مروشد. المركز التاسع يتواجد شاهين من هجن ند الشبه وسالم بن سعيد في عملية التضمير والتدريب. المركز العاشر يتواجد هملول ويتقدم بشعار هجن رياسة بمتابعة حمدان بن محمد بن مروشد في عملية التضمير. هكذا هي النتيجة الأولى للعشر ما بعد انطلاقة هذه الأسماء واندفاعت هذه الشعارات والمؤسسات وهجن أصحاب السمو والشيوخ الحاضرة على أرضية ميدان المرموم، تحفة ميادين السباقات في رحلتنا الستة كيلومترات. أعود مع البداية، عودة مع الصدارة اللي غير شاهين. انطلق في هذه اللحظات بشعار هجن العاصفة بالشعار الملكي على المركز الأول بقيادة غياث الهلالي على المركز الأول وعلى الصدارة. مشيب القادم على المركز الثاني، مشيب ينطلق في هذه اللحظات على ثاني المراكز. العايدة ملكيتة لسمو الشيخ منصور بن إبراهيم بن أحمد المعلى وجمال بن سعيد بن سالم الشمطي للتبي من يتابعه في عملية التضمير والتدريب. المركز الثالث نتابع في ثالث المراكز ونغادر الثلاثة كيلومترات في هذه اللحظات. مشاهدينا متابعينا الكرام أمام الشاشات نتابع المركز الثالث شاهين من مؤسسة تجن ند الشبه. قادم شاهين وسالم بن سعيد أحد الفرسان يتابعه في عملية التضمير والتدريب. المركز الرابع هجن العاصفة قادمة على المركز الرابع وتقدم شاهين على المركز الرابع بقيادة غياث الهلالي. خامسا يتواجد شاهين من هجن العاصفة قادم بمتابعة غياث الهلالي، يتقدم مع العاصفة وهجنها في هذا الصباح الرياضي. نشاط يتجدد مع كل التحدي والإثارة في حضور هذه المؤسسات العملاقة الداعمة
لرياضتنا العربية الأصيلة. المركز السادس نتابع المجموعة الثانية بقيادة الرياسة وهملول وحمدان بن محمد بن مروشد، من خطف 4 نقاط في هذا الصباح مع هجن رياسة مهدي الناموس الرياسة وهجنها. هذه الانتصارات المتواصلة. المركز السابع هجن القادمة، هجن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبع، يأتي هنا وتأتي الخبرة في هذا المسار، خبرة السنين مع ببطي ما شاء الله، يأتي بالحاضر والماضي وكذلك المستقبل مع هذا الشعار، شعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، ومع 2 كيلومتر يأتي هنا وينطلق سلهود ويطمح بالنقطة الثانية لهذا الشعار. هجن الشبة قادمة ومنطلقة على المركز الثامن. تاسع المراكز هملول من هجن رياسة، عاشرا شاهين من مؤسسة هجن ند الشبة وسالم بسعيد في عملية التضمير والتدريب. نغادر المنعطف الأخير، بدأنا نتجه إلى المقصورة الرئيسية، إلى لوحة الإعلان التي دائما نذكر بها كل المتابعين وكل المضمرين الذين يتابعون هذه المؤسسات الحاضرة على أرضية هذا الميدان. عودة مع البداية، العاصفة يا سلام يا سلام يا سلام على المركز الأول. هجن العاصفة، الدعم دائما يأتي من ند الشبه مع هذه المؤسسة العملاقة. غيات الهلالي هنا يأتي بإبداعاته بانطلاقاته مع هجن العاصفة. 1200 ما تبقى عن خط النهاية، والعاصفة وهجنها على المركز الأول. هجن الشتاء والصيف، ها هي العاصفة على المركز الأول على الصدارة والمقدمة مع غيات الهلالي، من يقدم هجن العاصفة في صدارة هذا الشوط. دشة الكيلومتر الأخير، العاصفة وشواهينها على المركز الأول والثاني. المركز الثالث يأتي هملول من هجن رياسة، حمدان بن محمد بن مروشد بالمتابعة في عملية التضمير والتدريب، ولكن بعود واكتفي بهذه الأسماء. أعود إلى العاصفة، عودة إلى العاصفة، ها هي العاصفة على المركز الأول، العاصفة على الصدارة والمقدمة بقيادة غياث الهلالي، من يأتي هنا ويحرك هجن شبل شيخ عالي شان في مقدمة هذا المسار، في مقدمة هذا التحدي الصباحي ما شاء الله، ليحمل دائما كل تحدي وكل تاريخ وانجازات العاصفة وهجنها في كل ميادين الخليج. هنا العاصفة على الصدارة والمقدمة، ثانيا العاصفة، ثالثا هجن ند الشبة، رابعا خامسا هجن رياسة، لكن العاصفة قفلت على الشوط، أعلنت الانتصار، أعلنت التحدي في مسار هذا الشوط وانطلاقاته وتحدياته. هجن العاصفة والنقطة الثانية، هجن العاصفة مع النقطة الثانية، هجن العاصفة على المركز الأول. يقترب شاهين من خط النهاية ليعلن أنه بطل هذا الشوط، ليهدي جماهير العاصفة تهانينا وناموس لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. شكرا غياث الهلالي، من تابع هنا انطلاقة شاهين. مركز الثاني شاهين هجن العاصفة، ثالثا لهجن ند الشبة، رابعا خامسا لهجن الرياسة هملول وهملول. نتابع التوقيت في هذه اللحظات مع مخرج سباقنا وليد البارودي. لحظات وصول هجن العاصفة مع لإعادة التوقيت الزمني في رحلتنا 6 كيلومترات. عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول شاهين مسجلا النقطة الثانية لهجن العاصفة، 10:10.4 من الثانية، تهانينا وناموس لهجن العاصفة. شكرا غياث الهلالي. المركز الثاني شاهين لهجن العاصفة كذلك، شكرا غياث الهلالي. 11:11.5 من الثانية. المركز الثالث شاهين من مؤسسة هجن
نادي الشبا. شكرا سالم بسعيد من تابع في هذا الانطلاق على المركز الثالث. توقيت الزمني 10 دقائق 12 4 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس للجميع.